الأسباب التي ضغطت على منطقة الطبقة اقتصاديا هي حاجيات النازحين، كثرة النازحين الذين أتوا إلى منطقة الطبقة، النازحون الذين نزحوا من دير الزور، من الرقة، من ريف الرقة وريف دير الزور، ريف حمص، ريف تدمر، ريف حمام، هؤلاء كلهم أتوا إلى منطقة الطبقة، منهم من غادر إلى مناطق أخرى ومنهم من بقي فيها. اليوم صارنا طالعين من مدينة الرقة شي 7 شهور، ولحق شوفت عينك وين طالعين، طالعين على مدرسة تحت الركام وقاعدين، الشيء شفناه من المنظمات ما شفنا شيء، من 7 شهور لحد اليوم شفنا سلة غذائية واحدة.